فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا أراد الوالدان فطام المولود قبل تمام السنتين فلا حرج عليهما إذا تراضيا وتشاورا في ذلك. ولا بد أن يكون التشاور مع أهل الاختصاص والخبرة من الأطباء الأمناء على مصلحة الطفل. والفصال هو الفطام والتفريق بين الطفل والثدي، ولا يكون الفطام إلا بموافقة الأب وموافقة الأم ورأي الأطباء الأمناء. فإن أصرت الأم على الفطام دون موافقة الأب أتمت إرضاع حولين كاملين، وإن أصر الأب على الفطام دون موافقة الأم أتم الإنفاق والكسوة لمدة حولين كاملين. وإن اتفق الوالدان على الفطام ورأى الأطباء الأمناء أن في ذلك خطورة على الطفل أتم الإرضاع والإنفاق لمدة حولين كاملين. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهما، وذاك إذا سلم الوالد للأم حقها وسلم للمرضع حقها بالمعروف. والمعروف هو السائد الذي يقره الشرع والعرف والعقول السليمة والراجحة، ويجب إعطاء المرأة المرضعة أجرها وأن تكون راضية بهذا الأجر حتى تقوم بما عليها من إرضاع وعناية ونظافة للطفل على أكمل وأتم وجه. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وخافوا الله في جميع أحوالكم وشؤونكم، واجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذاب الله وقاية، واعلموا جميعا أن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، فهو محصيها عليكم، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. جزاكم الله خيرا. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.